إذن لحظة يا شيخ، إذن هذه الشروط التذكية لابد أو لها شروط متعددة، الذكاة، أهلية المذكي عندما قال واشترط أن يكون المذكي إيش؟ ها؟ مسلماً أو كتابياً، هذه أهلية المذكي، ويقولون يعني أهلية المذكي أن يكون أيضاً عاقلاً مسلماً أو كتابياً، فهذا إيش؟ أهلية المذكي، وأن يكون الذبح والنحر بإيش؟ بمحدد ينهر الدم، فلا بد أن يكون بشيء محدد، لأن غير المحدد لا يذبح. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رافع بن خديج: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. ليس السن والظفر، أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة، والحديث متفق عليه. فإذا لا بد أن يكون أداة القتل محددة، ولذا فرميه أو ضربه بالحصى مثل النبيطة وما شابه هذا يسمى في الاصطلاح الشرعي وقيد، وليس إيش؟ وليس ذبيح، وإنما هو وقيد ذبح بالحصى ولم يذبح على حسب الطريقة المشروعة. نعم. قال: وكذلك يشترط في الصيد. الشرط الثاني الذي يذكرها الذكر المؤلف، وأن يقطع إيش؟ الحلقوم والمريء، الحلقوم مجرى النفس، المريء مجرى الطعام، فلا تبقى حياة. إذا قطع هذين المجريين لا يبقى حياة، فهذا هو أيضا من الأمور التي يجب أن تراعى في هذا، وأن يذكر اسم الله عليه. إذن هذا الشرط إيش؟ الرابع في الذكاة، أن يذكر اسم الله عند التذكية. وطبعا التسمية هنا اختلف فيها أهل العلم، فمن قائل بأنها سنة، ومن قائل بأنها واجب، ومن قائل بأنها إيش؟ شرط. أما القائل بأنها سنة، أما القائل بأنها واجب، فمعنى ذلك أنه يوجبها إلا في حال إيش؟ النسيان، وهذا هو أقرب الأقوال وأوجهها، لأن الله سبحانه وتعالى قد رفع مؤاخذة الناس في أحكام كثيرة، والتسمية من الأحكام الشرعية التي يرفع فيها المؤاخذة، ولما في تحريم ما لم يسمى عليه مع النسيان من الإفساد الذي نهى الله سبحانه وتعالى عنه. فإذا الراجح والله أعلم أنها واجبة، تسمية واجبة، ولكنها تسقط مع النسيان، ولكنها تسقط مع النسيان. نعم.